الحروب وسبب دمار الكثير والكثير من الحاجات اللي كانت موجودة والموجودات والمعطيات. يعني لولا الحروب اللي قامت في العالم، صحيح هي طورت حاجة وقدمت حاجة، سواء بالشق بقى الخاص بالأسلحة اللي كانت بتطور عشان خاطر استكمال الحروب واستمراريتها، غيرت شوية في خريطة العالم، شوية متغيرات كده، لكن لولا الحروب كان العالم في مكان أفضل، وكانت البشرية في حالة أفضل، والنفوس كانت أفضل. فلعنة الحروب موجودة تاريخيا، وإن شاء الله ربنا يحمينا منها. خلينا نروح مع حضراتكم ليه صحفي معانا حدوتة غريبة جدا، وهي قصة أصغر جندي شارك في الحرب العالمية الأولى. كان عمره قد إيه؟ كان عمره 8 سنين. خلينا نسمع حكايتنا النهاردة ونرجع نكمل معاكم في أحلى صباح في مصر. تاريخنا لشوارعنا، شوارعنا زحمة وشوارعنا فيها حاجات كتير قوي ممكن تزعلنا، لكن فيها في الآخر ناس حلوة وناس لما بنشوفها كده وشوشها مريحة وبتبسطنا. بنروح معاكم دايما في صباح دريم للمركز المصري للقيادة الأمنة، برضو ده مشروع مصري ومنجز مصري، بنصور فيه حاجات متعلقة بقى بسواقة العربية، المشاكل اللي ممكن تقابل حضرتك سواء كنت راكب مع عربية أو كنت سايق أنت العربية. احنا معظم حياتنا بنقضيها في الشارع، فخلينا نشوف معاكم النهاردة ازاي تسوق عربيتك ونرجع نكمل معاكم. النهاردة شوف معاكم مجموعة من الحاجات اللي موجودة معانا النهاردة. نبدأ معاكم من الصحف الورقية، من جريدة الوطن. جريدة الوطن في خبر بيتكلم عن الثانوية العامة الجديدة، النظام الجديد هيكون ايه بقى؟ الغاء العلمي والأدبي. العلمي والأدبي كشعبتين منفصلين هيتلغوا، وهيكون في امتحانات على مستوى المدرسة للتخفيف. ده اللي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقال إن نظام الثانوية العامة هيتم تعديله لنظام التقييم على 3 سنين، وإنه من تانية ثانوي الطالب هيدرس علمي وأدبي مع بعض، ومفيش حاجة اسمها علمي علوم وعلم رياضة، هيبقى في علمي بس مش متقسمة للشعبتين دول، والنتيجة هتكون تراكمية على 3 سنين، وده هيكون تخفيفا على الطلاب. ده خبر من جريدة الوطن. أروح مع حضراتكم بقى لمقالاتنا النهاردة. خلينا نشوف معاكم مقال موجود معانا النهاردة كتبه الأستاذ حسن المستكاوي في جريدة الشروق. أستاذ حسن كتب بيقول رقصة السامبا الحزينة، ده المقال موجود على موقع الشروق، بدعو حضراتكم لقراءته، وحدي حضراتكم حاجة مختصرة كده عنه. المقال كتب فيه الأستاذ حسن بيقول إيه بقى؟ بيقول إن صحفي برازيلي قال وهو على وشك إنه يعيط، قال للمدرب المنتخب تيتي في مؤتمر صحفي بعد مباراة بلجيكا، قال إن الحظ لم يكن معنا، الحظ لعب مع بلجيكا. رد عليه المدرب تيتي مدرب المنتخب وقال إيه بقى؟ هو الصحفي بيقول له احنا الحظ ما كانش معانا، الحظ كان مع بلجيكا اللي لما لعبت البرازيل هزمتها. رد عليه وقال له لا دخل للحظ بفوز بلجيكا. ده المدرب هو اللي بيقول. وهل تظن ان المدرب الاخر او الحارس الاخر كان محظوظ؟ لا اظن ذلك، لانه كان حارس رائع، حارس المنتخب الاخر. طيب هنا خد الحوار ده الأستاذ حسن واختصر فيه واختزل فيه حاجات كتيرة جدا، قال ده درس من الدروس اللي لازم يتعلمها المجتمع العربي كله. ايه بقى الدروس دي؟ ان احنا بنجيب الهزيمة بتاعتنا في اي حاجة، خسارتنا في اي حاجة، ونعلقها على الآخرين، ونعلقها على شماعة الحظ. فتلاقي واحد لا ذاكر ولا اجتهد ولا عمل اي حاجة ويقول لك يا ده انا اصل الحظ ما كانش معايا. تلاقي الناس راحت لعبت كورة وما ادتش كويس وما لعبتش كويس ومدرب ما اشتغلش كويس ويقول لك الحظ، لا اصل الكورة دي حظ، حظ ما كانش حالفنا. طب يا سيدي مفيش حاجه اسمها اجتهاد، مفيش حاجه اسمها مجهود. فهنا مدرب المنتخب البرازيلي بيتحمل المسؤوليه، والصحافه هي يعني الصحافه بتقول له لا احنا الحظ ما كانش معانا. المفروض تكون الحاله عكسيه، المدرب هو اللي يدافع والصحافه تقول له لا انت متتكلم كده غلط. لكن هنا الصحفي بيقول له الحظ ما كانش معانا، قال له مفيش حاجه اسمها الحظ ما كانش معانا، حارس الفريق الاخر كان راجل محترم ونشيط ورائع وكل الكلام ده. فهنا حاجتين، اولا اعتراف بك كفاءة الخصم، ان انت لما يكون عندنا خصم ما نقعدش نقطع فيه ونقول اصل هو ده بقى اكيد مدي رشوة لفلان، واكيد اصله متفوق عشان هو غش في الامتحان، واصله اترقى عشان هو بيخبص للمدير، واصله عندنا نظرية المؤامرة مستكينة في العقول، نتخلص منها ونعترف بكفاءة خصومنا او منافسينا. الحاجة التانية ان انت تتحمل المسؤولية وما تعلقش فشلك على شماعات الاخرين، وما تندبش حظك العاثر، لان ما فيش حاجة اسمها سوء حظ بقدر ما فيه اجتهاد وتفوق
تفوق وكفاءة. ده كان مقال أو مفاد مقال الأستاذ حسن المستكاوي في جريدة الشروق، رقصة السامبا الحزينة، اقروه هتتبسطوا منه. طيب هتلاقوه على الموقع برضو. أروح مع حضراتكم بقى للمواقع الإلكترونية وشباب المواقع الإلكترونية وكتاباتهم. النهاردة برضو الحاجات اللطيفة اللي عجبتنا، أحمد إبراهيم الشريف. أحمد إبراهيم كتب مقال على موقع اليوم السابع، هتلاقوه على الموقع بس بدعو حضراتكم لقراءته، بعنوان إيه بقى؟ قرد يلتقي والديه بالتبني، الخير المختبئ. هو هنا أحمد كتب في مقاله في اليوم السابع عن قصة القرد اللي كان اتبنوه والدين بالتبني، وبعد كده تم فصله عنهم، وبعد كده قابلهم تاني وبتاع. فبيقول انتوا شفتوا الفيديو ده، الفيديو ده الناس تفاعلت معاه وتأثرت بيه، وبقى فيه شير وتعليقات والكلام ده. وانتوا شايفين من وجهة نظره بقى، انتوا شايفين ان اهتمام الناس بالقرد وبالحالة اللطيفة اللي بينه وبين والديه بالتبني دي حاجة تافهة والناس مهتمة بيها؟ بياخدها لحتة تانية وبيعكسها وبيقول مش يمكن الناس مهتمة بيها نتيجة للحالة البائسة اللي العالم موجود فيها، نتيجة لحالة الصراعات المستمرة اللي استهلكت الطاقة البشرية. بيقول مش يمكن تكونوا شايفين ان هم الناس مهتمة بحاجة تافهة وفيها مشاعر كده غريبة جدا نتيجة ان الناس اصلا هم مفتقدين المشاعر الحلوة والمشاعر الانسانية والمشاعر اللي فيها رحمة والمشاعر اللي فيها محبة، فلما بيلاقوا حاجة لطيفة بيتفاعلوا فيها. بتقولوا ان الناس وعيها ان حضروا ما بقاش فيه ثقافة وما بقاش فيه حاجات كتير، طب مش يمكن ده نوع من الثقافة، ثقافة التراحم والمحبة؟ دي الفكرة اللي موجودة في مقال أحمد إبراهيم الشريف، بدعو حضراتكم لقراءته على موقع اليوم السابع. دي كانت مقالاتنا النهاردة وحاولنا نستعرضها مع حضراتكم بشكل سريع، وأروح مع حضراتكم. حضراتكم برضو في حاجة تانية من خصوصيات صباح دريم، بنشوف معاكم كل يوم سؤال من الأسئلة اللي بتشغلنا، وإحنا طبعا حضراتكم عارفين شعب متدين بطبعه، عندنا فكرة الروحانيات والشؤون الدينية شغلانة كتير وبنخليها دايما المقياس لتصرفاتنا في حياتنا. خلينا نشوف معاكم في سؤالنا النهاردة. معانا سؤال لواحد من المشايخ، حكم بيع الأدوية المصروفة من جهة العمل والتربح من أموال. حضرتك رحت تصرف أدوية من الشغل عندك بروشتة وتاخدها وتروح تبيعها، حكم الموضوع ده إيه؟ طيب وهنشوف معاكم كمان مع واحد من القساوسة، هل يجوز إن احنا ناخد مبلغ تعويض عن الحوادث اللي بنتعرض لها؟ نشوف السؤالين دول إجابتهم إيه ونرجع نكمل معاكم في أحلى صباح في مصر. النهاردة شوف معاكم مجموعة من الحاجات اللي موجودة معانا النهاردة. نبدأ معاكم من الصحف الورقية من جريدة الوطن. جريدة الوطن في خبر بيتكلم عن الثانوية العامة الجديدة، النظام الجديد هيكون إيه بقى؟ إلغاء العلمي والأدبي. العلمي والأدبي كشعبتين منفصلين هيتلغوا، وهيكون في امتحانات على مستوى المدرسة للتخفيف. ده اللي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقال إن نظام الثانوية العامة هيتم تعديله لنظام التقييم على 3 سنين، وإنه من تانية ثانوي الطالب هيدرس علمي وأدبي مع بعض، ومفيش حاجة اسمها علمي علوم وعلم رياضة، هيبقى في علمي بس مش متقسمة للشعبتين دول، والنتيجة هتكون تراكمية على 3 سنين، وده هيكون تخفيفا على الطلاب. ده خبر من جريدة الوطن. أروح مع حاجة صغيرة نتكلم عنها النهاردة، أفكر حضراتكم بقيمة من القيم اللي موجودة في حياتنا، وهي إن احنا نريح دماغنا شوية ونهدي أعصابنا شوية. بإيه؟ من خلال إن حضرتك تعمل تنقية لحياتك. الناس اللي في بيتها ستات، سواء أمك، أختك، بنتك، حد تعرفه من قرايبك، هتلاقيها كل فترة كده بتيجي تفتح شنطتها وتروح مفضياها، تطلع منها شوية حاجات كده ملهاش لازمة تشيلها، وتروح مرتبة الشنطة تاني وخلاص، وتبدأ رحلة جديدة مع الشنطة. اعمل كده في حياتك، نعمل كده في حياتنا. كل فترة طول ما احنا ماشيين بنقابل ناس ملهاش أي لازمة، وبنقابل شخصيات بتطرح حياتنا كده غلط في سهوة من الزمان، بنحتفظ بناس منهمش أكتر من إن هم بيزعجونا، ما بيعملوش حاجة تفيدنا، أو شخص بيكون مصدر الإزعاج منه والضرر منه والإيذاء منه أكتر من المصلحة والمنفعة اللي جاية منه. في مجموعة من الحاجات، في ناس بتبقى واقفة طول الوقت بتستهلكك وبتاخد من طاقتك ومش بتديك حاجة. هتلاقي نفسك عندك ترتيبة كده في حياتك، رتب أولوياتك، نظم شنطة حياتك، رتب أولويات الشخصيات اللي موجودة، والشخصيات اللي ملهاش لازمة ارميها بره شنطة حياتك، وتعامل معاها زي الورق اللي بيبقى زيادة في شنطة المدام وفي شنطة أختك، وتروح مقطعاه كده ولماه ورمياه بعيد. اتعامل مع الشخصيات دي كده، شيلها بعيد عن شنطتك ورتب شنطة حياتك بالشخصيات اللي فيها. اتعامل مع الشخصيات بس اللي بتكون مصدر للطاقة الإيجابية، مصدر للأمل، مصدر للتفاؤل، اللي بتكون في ظهرك، اللي بتكون بتسندك وبتدعمك. هتلاقي ناس كتير قوي حواليك كده، أغلبهم وأول
منهم هتبقى أمك ربنا يبارك فيها، وطبعا والدته متوفية ربنا يرحمها ويتقبلها، يقدر يكون امتداد طيب ليها بعمله الصالح وبالصدقة اللي ممكن يقدمها لها. هتلاقي بعد كده والدك، هتلاقي إخواتك، هتلاقي حبايبك، صحابك، أيا كان قرب الناس الحلوة بس منك، وابعد عنك الناس اللي دخلت حياتك سهو وغلط وملهاش أي لازمة، عشان ما تهدرش طاقتك في الفاضي. طاقتك دي حاجة غالية جدا وثمينة، حاول ان انت توفرها بس للحاجات اللي تستحقها وللناس الحلوة وللناس اللي ليها نفع في حياتك، اللي انت زي ما بتديهم بتاخد منهم. صباحكم فل، رتبوا حياتكم، رتبوا أولوياتكم، نظموا وجود الشخصيات اللي في حياتكم، وانطلقوا وابدأوا بداية جديدة النهاردة إن شاء الله. دي بداية جديدة، وكل يوم بداية جديدة، وكل يوم صفحة جديدة ممكن نكتب فيها حاجات. ليه أروح مع حضراتكم لعداد مصر؟ عداد مصر مجموعة من الحاجات اللي موجودة، واحنا ماسكين العداد وقاعدين، فاضل قد ايه على كذا، وفاضل قد ايه على كذا، وايه اللي اتحقق وايه اللي متحققش. النهاردة معانا في عداد مصر الكهرباء، وزارة الكهرباء بتستعد للانتهاء من ايه بقى؟ أكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت ده في تاريخ 24 يونيو الماضي، وإنها بتستعد للانتهاء من هذا التجمع الكبير للتوربينات على مستوى العالم، وده هيكون في جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، وده المشروع الأحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا. تكلفته قد ايه؟ ولما بنقول مع حضراتكم التكاليف 12 مليار جنيه، رقم كبير، ناتج كبير، طاقة موجودة وهتكون متوفرة داخل مصر، بتوفر عليك حاجات كتيرة جدا. خلينا نشوف بقى من المتخصص الأستاذ الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء المزيد من التفاصيل. صباح الفل يا دكتور. طبعا خير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين الكرام. خليني اعرف من حضرتك تفاصيل اكبر عن اكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم عندنا. والله يا فندم احنا يعني الحمد لله احنا في مجال الطاقه دلوقتي، وبالذات الطاقه المتجدده، الحمد لله بنقفز قفزات كويسه جدا. يمكن كان بالامس القريب كنا في تدشين اكبر تجمع للوحدات الشمسيه او اللي هو الخلايا الفوتوفولتيه، حوالي 1465 ميجا وات حتى الان على مستوى العالم. تمام. الان الحمد لله احنا في جبل الزيت في خليج السويس، تجمع لانتاج حوالي 580 ميجا وات. تمام. من الرياح. احنا طبعا عندنا الزعفرانه بس دي اكبر منها، وحتى الان برضو ده اكبر تجمع للرياح. في اكثر من يعني دوله يعني اوروبيه داخله في الموضوع، المانيا واليابان واسبانيا. الشيء المميز فيه ان هو كمان ان في اعداد للكوادر الخاصه بالعمل في الطاقه المتجدده وخاصه الرياح، بالنسبه للتشغيل والاحتكاك بالخبرات الاجنبيه. فاحنا دايما ده بيبقى حريصين عليه، ان احنا دايما ان احنا يعني يبقى في احتكاك بالخبره الاجنبيه، وبالتالي بننقل الخبرات ديت لمصر، بحيث مصر تكون بيت للخبره ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، كان ضيفنا في عداد مصر في صباح دريم، وده كان المشروع اللي موجود معانا النهارده. ومش بس هيكون معانا مشروعات، قلت لحضراتكم في الشكل الجديد معاكم، يكون معانا حاجات كتيره جدا، ومعانا العداد بتاعها، خلصت ما خلصتش، هتعمل ايه، بتصرف عليها كام، دي التفاصيل اللي هنكون مع حضراتكم فيها. وبلدنا حلوه ومصر جميله، وخلينا كده نهون على نفسنا ونخفف على نفسنا حاجات كتير. ومن رأي علماء وفقهاء الدين في تفاصيل مختلفة في حياتنا كل يوم بتكون معانا، بنروح مع حضراتكم للمتخصصين في القانون. بنشوف معاكم احنا بعاد شوية في حياتنا عن الدستور، فكرة الدستور نفسها، القوانين بقى والتشريعات اللي بتصدر، ازاي احنا كدولة وكمؤسسات بتطبق القوانين، وبنوصل ان احنا ينبثق من مادة او بند معين في الدستور نقدر نبني عليه قوانين بتطلع. القصة والربط ده ممكن احنا كمواطنين منفصلين تماما عنه. خلينا نشوف مع حضراتكم في فقرة هتكون ثابتة معنا دايما في صباح دريم ان شاء الله في بدايتنا، نشوف معاكم دستور وقانون ونرجع نكمل معاكم.